أفاد مراسلنا بأن السلطات التركية أعلنت حظرا للتجول في ثلاث مناطق من مدينة ديار بكر التي تقطنها أغلبية كردية جنوب شرقي تركيا. وشهدت محافظة ديار بكر هجمات على مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم، يعتقد أنها من تنفيذ حزب العمال الكردستاني، وذلك على خلفية تراجع شعبية حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد الذي كشف عنه الانتخابات البرلمانية أو كشفت عنه الانتخابات البرلمانية. في سياق متصل، قتل ثلاثة ناشطين أكراد من حزب العمال الكردستاني، اثنان منهم قضيا خلال اشتباكات مع قوات الأمن في محافظة هاكاري قرب الحدود العراقية، فيما قتل الناشط الثالث في مدينة سلفان شرقية محافظة ديار بكر.